بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم من اليوم وهنستهدف بالحديث في الفيديو ديت عن الطريقة اللي من خلالها نقدر نوصل للفيرشوال كينفاس بتاعنا أو الحرم الدراسي اللي فيه هيتم عمليات التفاعل والاتصال وعملية التعليم والتعلم بشكل عام. كل اللي احنا محتاجينه هنا نبتدي هيكون معانا ال URL ده، يعني ال URL ده هيكون كوبيت. كل اللي احنا محتاجينه بس ان الرابط ده اللي هيوصل لنا بطريقة او باخرى بأي يكن بقى، تمام؟ هنتكلم كمان شوية هو هيوصل لنا ازاي، بس الرابط معانا هناخده بكوبي. نفتح اي براوزر، انا فاتح جوجل كروم، ونلصق في شريط العنوان ونضغط انتر. فاحنا كده موجودين على المابز بتاعت سكند لايف اللي هي في قلب السيمز كلها. كل اللي احنا محتاجينه بس ان احنا نضغط visit this location، هيجيب لي البار الصغير ده، والبار ديت فيه زي رسالة ترحيب وبيقول لي في مشكلة تقريبا في الكومبليشن الاتصال، انا نطويها ومكاني انا موجود في البيت ده. كل اللي عليا اعمله اني اضغط بس على visit this location. طبعا join now، انا شور هكون join اني انا عملت حساب على second life قبل كده. هبتدي اعمل visit this location، هبتدي يجيب لي alert جافا سكريبت صغير بيقول لي انت عايزني افتح لك الفيو بتاع second life اللي هو البرنامج اللي عم نستخدمه علشان ندخل على second life. بقول له خلاص open، انا عشان البرنامج مفتوح عندي. فبمجرد ما ان حضرتك تفتحه هيبتدي يديلك البليس بروفايل الصغيره دي، بيقول لك بص يا سيدي انت هتروح للمكان ده، الاونر شيب بتاعه اسمه كذا، الاحداث بتاعته على الاكس والواي والزد كذا، جاست اضغط على كلمه تيليبورت. بمجرد ما تيليبورت هو بيقول لي كود نوت تيليبورت كلوزر تو ديستنيشن، لاني انا اساسا موجود على الديستنيشن، تمام كده؟ فيعني انا موجود في نفس المكان تبعي اللي انا اساسا فيه. بس بمجرد ما انك توصل على الفيرشوال كينفاس او الحرم اللي احنا موجودين فيه ده، تبدا ان شاء الله باذن الله المهاره اللي جايه. طيب بخصوص الرابط ده او المكان اللي احنا موجودين فيه ده، انا هنحصل على الرابط ده ازاي؟ ممكن بطرق مختلفه، عن طريق مجموعتنا على الفيسبوك، او ممكن الانستراكتور يبعته للناس في رسائل خاصه على الافاتارز، او ممكن ينشره في الفيدز. بطريقه او باخرى الرابط ده هيوصل لك علشان تعرف توصل للكينفاس بتاعنا اللي هنبتدي فيه عمليات التعليم والتعلم والتفاعل مع البيئه والمحيط. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستودعكم الله الذي لا تضيع ولاده الودائع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.